مقدم على الرعاية الاجتماعية عن طريق الأحزاب. إجا خابرنا واحد قال يابا إحنا الرعاية الاجتماعية تودونا مستمسكاتكم، طلعت أسماكم، فابني دز المستمسكات ورا فترة 6 شهور. هاي الشغلة صارها 6 شهور، قبل 4 أيام طلع الشكوى علي بالفجر ب74 مليون. قبلها طلع الشكوى على ابني ب3,095,000 من كربلاء. هذا صار وياي. انت اول ما خبرك حجي شنو اللي كان الدعايه؟ الدعايه احنا الشبكه الاجتماعيه، احنا الشبكه الاجتماعيه جماعه، احنا الباحث الاجتماعي، احنا الباحث الاجتماعي، لا نعرف احنا كل شيء، ما نعرف شنو اي مواطن أي واحد يخابرنا. احنا متكيفين بلكن يا بالرعايه صحيه، خلينا نودي مستمسكات حتى نستلم راتب. احنا محتفظين على الرعايه الاجتماعيه، ما عندنا ناس، كل شيء ما عندنا، لا عندنا زراعه ولا عندنا كل شيء. هل تشوف ابيض طين هذا؟ يعني انت تعتقد هو هذا المقابل راح سوى كي كارد بساميكم؟ ايه هو سوى كي كارد بساميكم؟ ها؟ بساميكم مستلم بيه انسلف؟ باسمي وباسم اولاد اثنين، هم مو هاي هسه. بعد واحد ما طالع. بعد واحد ما طالع. زين ابو كربلاء عانى المعاناه، ابو كربلاء رحنا استقينا به، قلنا له صار احنا ما عندنا مشكله، احنا تقول هذا سحب، احنا ما عندنا مشكله، نعطيك ذن مالاتكم، نحلف لك بان احنا ابرياء من هذا الموضوع. قال لا انا اريد من عندكم 5 ملايين مال محاماه. واريد من عندكم انا محلي ماجره 6 أشهر معزل محلي، اريد يومي كل شهر 5 ملايين، يعني بالحدود تقريبا 28 مليون، ذن لازم تعطوني اياها، يلا راح اتنازل عنكم. هذا ابو كربلاء. زين هو اذا عنده غرفته، غرفه مالطين عنده، شو يعني غرفه مالطين؟ ما ظل بس عنده ذيش النعاجه الباقيه. انا ما تعاطف وياي بس ابو الفجر. ابو الفجر جزاه الله خير الجزاء. ابو الفجر 72 74 مليون قال. يعني شنو تريد انا وياك؟ شنو تريد عم؟ روح طلع خلص روحك من الشبكه، طلعين كي كارت باسمك انت، روح خلص روحك وانا ما عندي شيء منك. وهاي المبالغ مالك هاي يعني. منين اجيب؟ منين اعطيني منين اجيب؟ شنو مطالبكم حجي؟ شنو مطلبك؟ احنا نطلب من السيد وزير الداخليه يسوي ينظر بحالنا احنا، هل تشوفنا انا واولادي منين اجيب هالمبلغ؟ زين وعمام احنا دول عمام طبقه فقيره وضعيتهم تعبانه، يعني شو يريد؟ لملة مليون، لملة 500، لملة 5 ملايين، مبلغ كبير يعني شو ما عندي انا ونخلص من المشكله هاي. دش بشقق عندي ما عندي، شنو منين اجيبه؟ ما خلف الله على العالم. روح هسه طب الثلاجه ما تجي لك كيلو طماطه بها. ابو المكتب معقول؟ ابو المكتب يخابر واحد يابع لك حوالي يمي، اعطيني رقم الكود مالتك، يحول الكود مالته بدون يعني ما يتاكد من هذا، بدون ما يتاكد هذا منين، ويسحب فلوس ويهكر جهاز ابو المكتب.